جامعة المولى إسماعيل بمكناس قطب علمي وأكاديمي يستقطب حاليا 20,000 طالب من مختلف الأقاليم. كليات ومدارس ومعاهد عليا تضطلع بمهمة التكوين وتشجيع أنشطة البحث العلمي وتوسيع الشراكات الدولية. عبد السلام خلوي وإبراهيم الغوثي. جامعة مولاي إسماعيل بمكناس 9 مؤسسات كبرى، كليات ومدارس عليا ممتدة في 3 جهات حاليا، وقد استقطبت هذا الموسم الجامعي الجديد ما يفوق 20,000 طالب توزعوا بنسب عبر كل المؤسسات. قررنا بعد التحاق كرئيس جامعة مولاي إسماعيل باش نديروا التسجيلات عبر التسجيلات قبلية عبر الانترنت، والحمد لله كانت عملية ناجحة. ما نقدرش نقول لكم بان 100% تسجلوا عن طريق الانترنت، ولكن على الاقل نقدر نقول لكم واحد 50% ديال الطلبة تسجلوا. هذا كيسهل اولا العملية بالنسبة للطالب اللي هو بعيد، وكذلك حنايا كتكون عندنا معلومات اللي هي دقيقة. كلية العلوم القانونية والاقتصادية شكلت هذا الموسم وجهة لأكثر من 10,000 طالب بالنظر لمستوى تكوينها وللشعب والمسالك التي توفرها. وفي باقي المؤسسات الأخرى التابعة للجامعة مجالات واسعة للتكوين العلمي والأكاديمي والمهني. هناك عدة مسالك مقترحة داخل المؤسسة، مسالك بالنسبة للإجازة العادية في الحقوق والاقتصاد والتدبير، وهناك إجازات مهنية وكذلك ماستر، وبالإضافة إلى سلك الدكتوراه. فلكن هذا الإقبال كبير، فهناك كذلك منافذ لسوق الشغل، فالطلبة ديالنا ما تلقاوش صعوبة كثيرة بخصوص طلبة السلك الثالث. أزيد من 1000 أستاذ لحوالي 60,000 طالب يدرسون بجامعة المولى إسماعيل، وهو ما أعطى للجامعة تميزا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بعدد من المنشورات التي قدمتها والأبحاث التي ساهمت بها والشراكات التي أبرمتها مع أكبر الجامعات العالمية.